الحمد لله نحمده سبحانه أن هدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به غنى كل فقير وعز كل ذليل ومفزع كل ملهوف وقوة كل ضعيف من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه سبحانه ما أعظم ما نرى من مخلوقاته وما أصغر ذلك في جنب ما غاب عنا من ملكوته وما أسبغ نعمه في الدنيا وما أصغرها وأحقرها في جنب نعيم الآخرة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أنفس الناس عربًا وعجمًا وأزكاهم محتدًا ومنمًا وأوفرهم علمًا وحلمًا وأرجحهم عقلًا وحكمًا وزكاه ربه روحًا وجسمًا وحاشاه عيبًا ووصمًا وفتح به أعينًا عميًا وقلوبًا غفلًا وآذانًا صمًا فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما وكذب به وصدف عنه من كتب الله عليه الشقاء حتما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أسأل الله أن ينفعني بما سمعنا من كلام ربنا العظيم عجب منك يا ابن آدم
أنت الفقير وأنت المسكين وأنت في الحقيقة العدم، أوجدك رب العالمين من لا شيء، أخرجك من ظلمة العدم بنور إلى نور الوجود رحمة منه وإحسانا، من غير استحقاق منك ولا طلب ولا سؤال، ذاك هو رب العالمين. ثم هو الغني الكريم الجواد أكرم الأكرمين أرحم الراحمين، يتحبب إليك ويتودد إليك وهو غني عنك، فيعدد عليك آلاءه ونعمه لتؤمن به ولتحبه. فهكذا تسمع الله تعالى في كلامه العظيم الذي لم تتحمله الجبال، ولكن الله يسرها يسر لنا حتى سمعنا كلامه وحتى نطقنا بكلامه. فالقرآن ميسر، ولولا تيسير الله لما استطاع إنسان لا أن ينطق به ولا أن يسمعه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في آخر الآيات التي سمعناها من كلام ربنا جل جلاله كأنها ملخص لوجودك كله يا ابن آدم: هو الذي خلقكم من تراب. وقد وردت الإشارة إلى هذا التراب في كتاب الله في غير ما مكان، وجاء التراب وجاء الطين الصلصال الحم المسنون، وجاء لفظ الطين، وكلها دلالات على نفس هذه التربة التي تطأها بقدمك وتعاف أن تباشرها بجسدك. منه خلقت يا ابن آدم، منه خلق أبوك آدم عليه السلام من ذاك التراب، ثم من نطفة، وهذه النطفة هو هذا الماء المهين، هو هذا الماء المستقذر طبعا بطبيعة الإنسان، لو أصابك في ثوبك لبادرت إلى غسله. ويكفيك يا ابن آدم ألا تذهب تيها وكبرا على ربك ومولاك وسيدك، أن أصلك وهو المني مختلف في نجاسته وطهارته بين أهل العلم. ثم من نطفة، ثم من علقة، دم متجمد عالق في جدار رحم الأم، كنت عرضة لأن تسقط بأي حركة من حركاتها لولا أن الله أحاطك بلطفه وإحسانه. والكلام عنك أيها الجالس في هذا المكان، مهما علت رتبتك ومهما كبر سنك ومهما ستة ومهما أمرت ونهيت، فهذا مبدأك. كنت يوما من الأيام علقة عالقة في جدار رحم أمك، مجهولا لا يعرفك أحد سوى ربك ومولاك وسيدك سبحانه جل جلاله. ولذلك كان أول خطاب للبشرية على خير البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خلق الإنسان من علق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق أشياء كثيرة، ولكن المقصود بهذا الخطاب هو الإنسان، فقال خلق الإنسان من علق. قالوا فيه إشارة إلى أن مرحلة العلق أضعف مراحل تكوين الإنسان وأقربها للخطر والزوال،
فربك الذي خلقك من علق أتتكبر عليه يا ابن آدم؟ بصق النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في كفه الشريف ثم قال: يقول الله ابن آدم خلقتك من مثل هذا، حتى إذا خلقتك وسويتك وعدلتك لبست ثوبيك وكان لك وئيد على الأرض ثقل بعد أن لم يكن لك أي وزن، ثم تكبرت على ربك ومولاك وسيدك فجمعت وثمرت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة هاهنا. أيها الإخوة الكرام، أصل بداية الإيمان أن يتفكر الإنسان في مبدئه ومنتهى، وهذا هو دعوة القرآن. الله يذكرك دائما بحال بدئك، ثم من علاقة، ثم يخرجكم طفلا. من الذي ينكر على خروجه هكذا طفلا من بطن أمه؟ لا يفقه شيئا، لا يعلم شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ذلك ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هذه كانت بدايتك أيها الإنسان. أما نهايتك والتي لا يتم الإيمان إلا به، أن تؤمن أن الله ربك الذي خلقك وما كنت شيئا وعد وعدا لا يخلفه أنه سيعيدك مرة أخرى ويبعثك بعد موتك، ولو ذهبت أجزاء جسدك في الأرض ملايين الدهور، وعد وعدا لا يخلفه. أما كيف؟ هذا ليس إليك، إنه على كل شيء قدير. كبر على هذا الأمر المشركين فزعموا ألا مبعث لهم بعد الموت، وأخبرنا الله عن حالهم فقال جل جلاله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. رد عليهم رب العالمين فقال: بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا تبعثهم؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه. اختلفوا فيه، بعض الناس آمنوا بالبعث بعد الموت وأكثر الناس لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، فأنا أبعثهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وكيف تبعثهم يا رب العالمين؟ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. أيها الإنسان، الله سيبعثك بعد موتك عاريا لا ثياب لك، حافيا لا نعال لك، غرلا غير مختون. والله لينتهين إلى سمعك صيحة حق تسمعها بأذنك تنفذ إلى قلبك حين ينادي مناد: أيتها العظام البالية واللحوم الممزقة والشعور المنتفى، إن الله يأمركم أن تقوموا لفصل القضاء فلن تفجأ إلا والأرض تنشق من فوقك وتقوم بقدرة الله مغبرا بغبار قبرك من قرنك إلى قدمك. ثم الله يبعثك إليه ويؤتى بابن آدم كما في الحديث كالبذج ولد الضأن ترتعد فرائصك، وينادى باسمك فلان ابن فلان ابن فلان فتختطفك الملائكة وتغيبك في نور عرش الله، وهناك يكلمك رب العالمين فتلتقي به: ابن آدم أدن مني يا ابن آدم، كما ورد في الحديث.
وأول ما يسألك المولى جل جلاله ابن آدم: ألم نصح جسمك ونسقك من الماء البارد؟ ثم يعدد عليك نعمه. وأي نعم تلك التي يعددها عليك؟ أنعمة سمعك؟ أنعمة بصرك؟ أم نعمة صحتك في جسدك كله؟ أم نعمة الأرض والسماء؟ أم نعمة الليل والنهار؟ أم نعمة الهواء والماء؟ أي نعم من نعم الله تستطيع أن تجيب بلسان شكرك أمام مولاك وسيدك؟ ها هنا إخوتي الكرام، المفترق الأعظم، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. أما الجنة فالخير كل الخير فيها. أبشر يا ابن آدم إن كنت مسلما مؤمنا، إن الله لم يخلقك لدار الفناء، دار الهوان، دار الحقار، دار الغرور، دار ما مدحها ربها خالقها سيدها. قيل إن لفظ الدنيا 115 مرة في كتاب الله لم يأتي واحد منها للثناء عليها أو لمدحها، وإنما يؤتى بها لبيان ذمها وحقارتها وسرعة زوالها وقلة بركتها. أما الآخرة فأبشر، إن لك حياة لا موت له، وإن لك شبابا لا هرم له، وإن لك نعيما لا بؤس فيه، وإن لك صحة لا سقم له. أما ما يمتعك به رب العالمين فكرامة غرسها رب العالمين بيده وختم عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وهناك تتوقف حائرا لا تستطيع أن تتكلم إلا أن تسلم لمولاك وسيد. وكل ما ذكر من نعيم الجنة وهو كثير، فما هو إلا نبذ يسيرة جدا في جنب ما أعد الله لك من كرامة أعظم وأجل وأكبر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفيها قراءتان: أخفي على لفظ صيغة المجهول، أي ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخفي وقرأه حمزة والإمام حمزة ويعقوب على صيغة فعل المضارع: لا تعلم نفس ما أخفي لهم أنا رب العالمين من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أما الأخرى والعياذ بالله فهي نار جهنم، أعاذنا الله منها، قعرها بعيد ونارها شديد وعذابها أليم. وكم من وصف لعذاب يوم القيامة من أوصاف كلها والعياذ بالله أفظع من الأخرى وأكبر. فهو عذاب مهين، وهو عذاب أليم، وهو عذاب عظيم، وهو عذاب شديد، وهو عذاب غليظ. فأي شيء أنت يا ابن آدم أحجر؟ بل أنت أقسى منه لو كنت تفقه. والله الذي لا إله إلا هو، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام إذ قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا،
ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة الله. ليس مثل الإيمان والأخلاق الحسنة في تصفية الإنسان من صفاته الذميمة طبعا وسجلا. إني تأملت كتاب الله فلم أجد لفظ الإنسان مذكورا في كتاب الله إلا وغالبا يعقبه ذم الإنسان وذكر صفاته الذميمة. واقرأ معي إن شئت، ولو استقصينا لما اتسع الوقت، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لكفور، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وقس على ذلك سائر الآيات، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فلا يخرج الإنسان من صفاته الذميمة إلا أن يتصف بالصفات العلى التي جاء بها الوحي من قبل الله سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم لم يكتفي بهذا حتى ذكر صفات عديدة الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. فالإيمان يجعل الإنسان في الحقيقة إنسانا، وهي لفظة يتمدح بها الناس فاستخرجوا من مصدرها مدحا فقالوا إنسانية، وقالوا إنسان إنسانية، وأضافوا إليها كل صفة طيبة. ولا يخرج الإنسان من صفاته الذميمة إلى صفاته المستحسنة الإنسانية إلا أن يتبع ما جاء الله به من كلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر يتضمن أمرين: إيمان حقيقي بلقاء الله تعالى، فإذا آمن الإنسان وأيقن بلقاء الله هانت عليه الدنيا فلم يتكالب عليها ولم يتقاتل بها ولم يخادع من أجلها ولم يخسر ربه وآخرته من أجلها، لعلمه أنها فانية وأنها حقيرة، وأنها مهما تزينت ومهما تزخرفت ومهما تكاثرت فهي فان وهي ذاهبة. وهو يسمع ربه إذ يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذا إيمانه بالله تعالى. أما الأخلاق وما جاء به الله سبحانه وتعالى فتجعل الإنسان شيئا آخر، يظلم فيعفو ويسفح. ولم نجد من القصص في كتاب الله تعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أفظع مما ارتكبه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبشريتهم ولضعف البشرية. قصة الإفك المشهورة المعروفة التي ألصق كبار المنافقين عليهم اللعائن بالصديقة بنت الصديق السيدة رضي الله عنها أمنا عائشة، وكان من ضمن من تكلم في حقها مصطح، وكان ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
فلما علم بهذا الأمر وهو رجل بدري مؤمن بدري صالح، ولكن أخذته الغفلة فتكلم فأقسم أبو بكر ألا ينفق عليه بعد اليوم، وكان مسكينا فقيرا ينفق عليه أبو بكر لقرابته ولدينه. فما جاء فلم يفاجأ أبو بكر رضي الله عنه إلا والله رب العالمين في خضم في الآيات التي كان يذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويبين مكانة أمنا عائشة رضي الله عنها، جاءت هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال سيدي أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بلى بلى أحب أن يغفر الله لي. وعفى وصفح صفح عن مسطح وأرجع إليه النفق وما كان يعطيه وأزيد كذلك. نعم أيها الإخوة الكرام، أعط من حرمك وصل من قطعك واعف عن من أساء إليك. هذه الصفات وهذه الأخلاق الحميدة هي التي تبرز الصفات الطيبة في الإنسانية، وإلا فأصل الإنسان مذموم. عند من؟ عند خالقه جل جلاله. صلوا وسلموا على سيد الأخلاق وسيد مكارم الأخلاق، سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد أمركم الله بذلك إذ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن آل بيت نبينا الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وأصلح لنا في ذرياتنا، اشف كل مريض من المسلمين ومريضه، وعاف المبتلين، واكشف الضر عن المكروبين، وارحم أموات المسلمين، وارحم أهل القبور من إخواننا المسلمين. اللهم أغث إخواننا المنكوبين المشردين في مشارق الأرض ومغاربها، وخاصة المصاب الجديد لإخواننا في السودان. اللهم أحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.